امسال هم هنجاي شيء با حسب التنسيق اللي صار بين الحكومتين الايرانيه والعراقيه ان شاء الله الدخول يصير من اول صفر الى زياره امام الحسين الاربعينيه. في السنه اللي فاتت تم دخول حدود 3,500,000 زائر من ايران وباقي الدول الى العراق، والسنه يحتمل نفس الافراد او اكثر. تم التجهيز لاستقبال الزوار في المناطق الحدودية وبعض المناطق للماء والشرب والأكل وغيرها، والشكر من الشعب العراقي لاستضافتهم للزوار اللي هم من إيران، اللي أكثر من 20 مليون إيراني وعراقي وبعض الدول، ويتم استضافة جيدة. يعني الشكر من عندهم جميل الشكر، وهاي تدل على الوحدة بين الشعبين وبين الحكومتين، وتدل على قدرة الشيعة على الاستضافة لأكثر من 20 مليون.